كتشوفوا اليوم بمناسبة اليوم العالمي للإعلام، مقاطعة المعارف كدير المبادرة الاحتفال بهاد السلطة الرابعة. هذه مبادرة متواضعة اللي من خلالها كنبغيو نتوجهوا الى احد الشركاء الاساسيين في التدبير الترابي اللي هو رجال الاعلام، خصوصا اليوم الصحافة الجهوية ولات كتلعب دور كبير كضمير كمراقب كناصح كمقترح للعمليات التدبيرية اللي كنعتمدوا عليها بشكل كبير من خلال استنباط الافكار ديالهم، استنباط الاراء ديالهم، واللي كنحاولوا اننا نلبي واننا نتوالموا مع واحد المجموعه ديال الاقتراحات ديالهم. اليوم استغلينا هذه الفرصه كذلك باش ننظموا هذه الدوره، ولكن بغينا من خلالها ناسسوا لواحد التقليد جديد. التقليد وهو تكريم احد رجالات الاعلام. اليوم بطبيعه الحال فيما يخص الاعلام الجهوي ممكن نبداو الا من البدايه، والبدايه احد اللي هو رائد ديال الصحافه الجهويه السي عبد الرحيم اريري اللي على للذكرى فهو كان مستشار بعدا جماعي، اذا مر من التجربه ديال الديمقراطيه المحليه اللي كنسميوها اليوم الديمقراطيه الترابيه، ولكن اللي من خلال هاد البادره بغينا نخلقوا هذا التقليد، وهو اننا تقليد سنوي اللي من خلاله نكرموا احد رجالات الاعلام. البدايه مع السي عبد الرحيم اري الغني عن التعريف، انا زعما ما يمكنش ليا نقول شكون هو عبد الرحيم اري، ان الكل كيعرف وما عاد شنو فيه حقه بصفه حقيقيه لهذا. فنبغي اولا من خلال هذه المناسبه نشكر جميع رجال الاعلام اللي حضروا معنا بكثافه لتأطير هذا اللقاء وللاحتفال كذلك باحد الرواد ديال هذه الحركه الصحفيه. الحقيقة أن هذا التكريم اليوم في حق أخ وصديق اللي هو عبد الرحيم عريري، وهو تكريم لواحد هرم من الأهرام ديال الصحافة في المغرب بدون مجاملة، اللي كان للحظ وللشرف أنني بديت مع الصحافة في نفس اليوم، بحيث بدينا بالضبط يوم 15 غشت 1988، فهو عمر من الأخوة ومن الصداقة ومن ممارسة المهنة. عبد الرحيم عريري تنتمي للجيل الثالث من الأجيال ديال الصحافة في المغرب، من بعد الجيل ديال الرواد الأوائل والجيل ديال السنوات الأولى ديال الاستقلال إلى حدود الثمانينات، فجاء الجيل ديالنا حنا اللي هو الجيل الثالث. كانت العلاقة حميمية جدا واستمرت حميمية جدا، وعبد الرحيم عريري من ميزاته هي الوفاء لصداقاته، وهذه عملة نادرة في المجال ديالنا الصحفي صراحة، ومن الناس اللي تعطيهم ظهرك وما تخافش بدون مجاملة. عبد الرحيم عريري كذلك من المستوى المهني هو كفاءة عالية، بدليل أنه منذ سنوات وهو مرجع في تخصصات إعلامية في المغرب على كافة المستويات في المغرب، مرجع في المجال الجماعي كل ما يرتبط بالجماعات المحلية، ومرجع في المجال الحقوقي كل ما يرتبط بحقوق الإنسان، ومرجع في كل ما يرتبط بالتدبير ديال المدن، وقوته في أنه امتلك واحد المعرفة أكاديمية رصينة في هذا المجال، ومعرفة مهنية كذلك من خلال اجتهاده للقيام بمقارنات مع تجارب تنظيمية ديال المدن، كبريات المدن في العالم، في أمريكا، في إنجلترا، في فرنسا، في إسبانيا، في إيطاليا، في مصر، في الهند، وفي جنوب أفريقيا وغيرها. فبالتالي أنا كنعتبر عبد الرحيم عريري تكريمه هو يعني تكريم مستحق تماما، وإن جاء متأخرا صراحة. وكنتمنى على أن المدرسة اللي خلق، بدون ادعاء نقدر نقول أنه خلق مدرسة من خلال المؤسسة دياله اللي هي مؤسسة الوطن الآن ومؤسسة أنفاس بريس، أنه كنعتقد خلق جيل جديد من الصحفيين، وخلق واحد التوجه واحد خط تحريري اللي يعتبر خط تحريري محترم جدا، وعنده مكانته ضمن المشهد الإعلامي المغربي اليوم، لأن رأس ماله هو المصداقية، وأنا كنعتقد هذه هو الرأس مال الأكبر للصحافي. أريري هو صاحبي، صديق وأخ،
كنعرفو في مسار طويل منين كان طالب في المعهد وانا اول مره تلاقيته انا شيباني عليه شي شويه هذاك كي تلاقيته وبقات الارتباط هكذا في واحد المسار اللي غادي يجمعنا يعني كل واحد في موقع ديالو ولكن في حق للصحافه وكنا كان اريري يعني داك الشاب القادم يعني بتمرده ببحثه على مفهوم جديد للكتابة الصحفية مش عن مفهوم جديد للسلطة مفهوم جديد للكتابة الصحفية أنا ذاك لأن كان النقاش ديال الحزبي والغير الحزبي الصحافة المستقلة بدا النقاش على المعلومة واش المعلومة حرة ماشي حرة قضايا كلها في واحد اللحظة ديال المغرب كيستعد لواحد الانتقال غير معلن عليه ولكن كتحس بعلاماته يعني واحد نوع من انفتاح المعارضات ديال اليسار والحركة الوطنية من جديد المجلس الوطني لحقوق الانسان قضايا يعني المناظره الكبيره اللي كانت دارت على الاعلام الوطني وكذا وظهور يعني مؤسسات اعلاميه جديده من غير المؤسسات الحزبيه في هذا الاتجاه اريري اللي بدا في المدرسه الاتحاديه يعني في مدرسه الاتحاد اللي هي الجريده ديال الاتحاد يعني كان عنده صوته الخاص ما 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 يعني ما يعني ما ما غرقش في يعني في يعني في اللون الكبير يعني خاد مساره وكان كيقلب على ما يسمى كان ما من بعد ولاو كيسميوه لانفورماسيون ديال لا بروكسيميتي يعني معلومه القرب اللي هي البحث كيفاش كتسير الجماعات في المغرب كان من اوائل من الاعمده ديال هذا الاختصاص ريري كيقدر يعطيك رقم كاع ما يطيح لك في راسك مثلا شحال ديال الضوء في المغرب شحال من جرده شحال من شجره شحال من يعني واحد شخصية أخرى في الكتابة الصحفية ماشي بمنطق تقريري بارد جامد كيعاود للغة الرسمية لا بمنطق الحكي كان كيحكي لك ملي كيبغي يعطيك رقم كيحكي لك حكاية وهذا كان رائع وعاد بلوس أريري الإنسان أريري هو الآن هو حصيلة ديال واحد المسار معقد مركب فيه المحن في أيضا المحن في الاصطدامات مع المؤسسات ماشي غير مؤسسة الدولة حتى مع المؤسسات اللي رعانت للعمل الصحفي الاصطدام يعني واحد النوع من ممكن نخفوا اللغة ديال الاصطدام يعني ديال تماس الاشتباك مع المؤسسه الحزبيه مع يعني منظومه القيم اللي كتفضل السر في المعلومه السياسيه على السر والكتمان على العلن هادشي كله كان فيه أريري كتب لي سكنت فيه بلوك 34 رقم 14 البرنوزي وتعاود تخلقني في مدرسه المغبر هي سميتها مدرسه المعاني في الحقيقه ما سميتهاش المغبر حنا كنقولوا المغبر الله يرحمه لان سميت المدير ونعاود نقرا في هذيك المدرسه ديال الامام علي ونعاود نقرا في كوليج طارق ونقرا في كوليج في ثانويه المختار السوسي ونقرا في كليه الحقوق ديال الطريق الجديده. كنت تكتب على المناطق الهامشيه تاع مدينه الدار البيضاء ولكن تكريم جاء من منطقه المعارف بين المقاطعات المحظوظه على مستوى مدينه الدار البيضاء، يعني كيفاش هذه المقارنه؟ اولا مقاطعه المعارف هذا يعني مغلوط هذه المساله ديال انها محظوظه. يعني مقاطعه المعارف ومقاطعه انفا من المقاطعات التي تحتضن اكثر الاحياء هامشيه والاكثر يعني خصاصا، لا تنسى بان درب غلف يعني اللي هو حي ذا كثافه سكانيه هائله وفين كيتواجد؟ كيتواجد في المعارف الجوطيه فين كاينه؟ كاينه في المعارف. اذا المعارف ماشي منطقه محدوده صحيح يعني تتواجد فيها بعض المقرات الفاخره ديال الادارات او بعض المقاهي الجميله او بعض مراكز التسوق التي تستقطب يعني ناس من مختلف ليس فقط الدار البيضاء بل من مختلف مدن المغرب، ولكن هذا لا يحجب واحد الحقيقه تتمثل في ان مقاطعة المعارف يعني تشكو واحد يعني كيف ما نقول واحد اختلالات مجالية التي تتطلب واحد التدخل رهيب من الناحية المادية لضمان واحد الكرامة لهذا السكان اللي كيتواجدوا كما قلت قبيله في المعارف.
تشوف هذا المسار ديال الاعلامي ديالك يعني تكرم بهذه الطريقه واش انت راضي عليه؟ طبعا يعني لا يمكن الا ان اي يوم داز عندي كنعتبره يوم ايجابي، وهذا من جهه. ومن جهه ثانيه انت تعلم ذلك السي بوستا ان نظرتي للحياه نظره تفاؤليه ونظره يعني فيها البشاشه وفيها الامل، الايمان بالله سبحانه وتعالى. اي مؤمن لا يمكن الا ان يؤمن بان كاين شي قوه الهيه ثاني ترعاه. انا من الناس الذي اعتبر انت لفوة ولا اعتبرها خرافه ولا اعتبرها كما شئت، ولكن انا اعتبرها واحد القوه الهيه ترعاني وتسهر على ان اكون يعني واحد الانسان يخرج من المطبات باقل الخسائر ممكنه.